هذا المهرجان المنتظر، هذا المهرجان الكبير الذي اجتذب كل ملاك الهجن العربية الأصيلة، فوجهوا أنظارهم نحو هذا الحدث البالغ الأهمية. نحييكم من هنا من استديوهات قناتكم قناة الريان الفضائية في تغطيتنا لفعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على السيف الفضي لسيدي الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله ويرعاه. الرئيس في تغطية خاصة للمهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تشاهدونه من 4 إلى 10 فبراير الساعة 9 مساء مباشرة على قناة الريان.